من المركب السياحي تيبازا القرية، أروع المركبات السياحية في الجزائر، اللي يسخب الكثير من المناظر الطبيعية الرائعة. نقول لكم سرخير عليكم، مرحبا بكم معنا دائما من خلال هذا الفضاء اللي يجمعنا دائما وإياكم من خلال قنوات تلفزيون الجزائر الأرضية والجزائرية الثالثة. راح نتواصلوا وإياكم على مدى 26 دقيقة من الزمن مع مختلف المواضيع اللي عندها علاقة بالبحر. وإحنا نعيش شهر مارس، هذا الشهر اللي تحتفي فيه المرأة بعيدها العالمي. حبينا اليوم تكون عندنا وقفة مع المرأة وعلاقتها بالبحر، وش رأيكم؟ روحوا نتعرفوا على هذا المواضيع اليوم في هذا الفهرس، تفضلوا معنا. تشاهدون في هذا العدد من مجلة إبحار مختصة في البحر، دخلت عالم تربية المائيات بكل شجاعة. مسيرة مسمكة تحدت صعوبات البحر بجدارة. بطلة رياضية في الطيران الشراعي البحري. هي مواضيع جميلة بزاف، جمال تواجد ومشاركة المرأة الجزائرية بقوة في مواضيعنا لنهار اليوم. هذه المواضيع كلها هدية لكم، وانتم تحتفلوا بعيدكم العالمي، فنقول لكم كل عام وانتم بخير، كل عام والمرأة الجزائرية. ينعاد عليكم ان شاء الله بصحة لهنا واستر. فالمرأة الجزائرية في كل مرة تبذل كل ما في وسعها باش تدعم مسار التنمية في البلاد، فتشارك مشاركة فعالة وتامة في بناء الاقتصاد اللي من وراءه تحب باش يكون اقتصاد متنوع قوي وتنافسي. الشهادة اللي راح نشاهدوه نلبسوه عند شابة جزائرية من مدينة عنابة اللي دخلت لعالم ومجال تربية المائيات، كانت لقاها زميلنا جميل نور الدين وأكدت له أنها لقات دعم من طرف الأهل تاعها، دعم من طرف الجهة الوصية. وش رأيكم روح نتعرفوا على هذا الشابة في هذا المناسبة ونعود نقوله بعدها، تفضلوا معنا.
جزيل الشكر لك زميلنا جميل نور الدين، وكنا تعرفنا على إحدى الشابات المستثمرات في ميدان تربية المائيات، وهي تجربة ناجحة بامتياز. ما زلنا متواصلين معكم جمهورنا الكريم، لأنه المرأة الجزائرية تمضي وتخطو نحو الأمام بخطوات ثابتة وبأكثر ثقة. راح نروح الآن إلى السيدة كريمة دائما بمدينة عنابة، هي شخصية امرأة جزائرية تعشق وتحب البحر، عندها علاقة كبيرة معه، وهي صغيرة تحب البحر وهي كبيرة كذلك تعشق وتحب هذا الفضاء اللي دائما يخلينا نعيشه راحة نفسية. السيدة كريمة تعمل مسيرة بمسمكة على مستوى مدينة عنابة، وش رايكم روحوا نتعرفوا على هذه الشخصية الجميلة مع زميلنا جميل نور الدين ونعود نقوله بعدها. Une fois qu'ils ont le soumet, le manteau, le prix fixe à le produit, ils traitent le produit, c'est l'intervention du vétérinaire, c'est le contrôle, la salubrité, la fraîcheur du produit. Après, le produit est traité dans les chambres froides, après, tout le monde a dit, que ce soit le produit, il va à l'huile ou autre, ou il va à la mousse de masmaquette, ou il va à l'huile ou autre. La première chose, c'est que la masmaquette Cap de Garde nalet أحسن مسمكة نشطة على مستوى ولاية عنابة في عام 2018 في إطار حملة موانئ وملاجئ للصيد. تم تكريم السيد زمور باسكو يطبق تدابير On est des amateurs de pêche depuis trois générations, dont je fais partie de la troisième. Et on a créé cette poissonnerie dans l'idée pour faire ou pour donner un bon produit aux consommateurs. Bien préparé, de la glace, avec des tables réfrigérées, avec une fabrique de glace dans une poissonnerie par exemple. Et tout le produit est sous froid. On ne peut pas travailler que des hommes. Les hommes ont des hommes et des femmes. Madame Karima, depuis son enfance, bébé a un pêcheur, qui aime le bahar. Et il a déjà préparé. Déjà. ذا ثقة ومهنية ومرجعية بحرية من أبناء وبنات المدينة الساحلية. حكم كتعرفوا لي راهي مهنة هذه تاع شقة ياسر، خاصة الراجل، وشكون لازم يكون راجل، راجل قوي باش ينجم ولا ينجم يخدمها. والله أنا من صغري نحب، كنت نخرج مع الوالد الله يطول في عمره، كان صياد بليزونسي، كنت نخرج معاه نصيد معاه، علمني كيفاه ندير صنارة، كيفاه نصيد، كيفاه لا باسيونس، كيفاه نصبر على الحوت، كيفاه نجبدو، كيفاش علمني تانا لا بلونجي.
طرق إعادة جا من الانواع اللي راكم تشوفوا فيها لا فاريتي ديجا دي بواسون اللي تتحط لهنا. النظافه تاعنا ديجا رانا عندنا بليزيوغ بريزونتوار اللي معروضه فيها هذا الانواع الاسماك هذه كامله، سورتو لا فريشور دو بواسون، سيليبريتي دو بواسون. عندنا لي كونترول، عندنا دي غران دي كونترول دو فيتيرينير دي ماي كونترولي، وكما راكم تشوفوا عندنا لا فابريك دو غلاس تاعنا اللي رانا باش لو بواسون تاعنا يبقى توجور كوفير ريغاردي سا فريشور. الانواع الاسماك اللي راهي موجوده عندكم لو ميرلان، عندكم لا دوغاد رويال، عندكم لو لو، عندكم لو ليمون، عندكم لا سير، عندكم الاسبادون، عندكم السلمون، عندكم يعني هدية لو باجو لو باغر لا لوت هو ضفدع البحر. عندكم انواع ياسر، يعني عندكم انواع، عندكم الانواع تاع الجمبري، عندكم جمبري ابيض، جمبري رمادي، وجمبري احمر. همة السيدة كريمة في مجال التجارة ولواحقها وحسن العلاقة مع العمال داخل المسمكة اكسبها احتراما وتقديرا كبيرين. نعمل في مسمكة كاب دي غارد مع مدام كريمة، وهي كما نعتبرها كالأم تاع هذه المسمكة، مدامها ريسبونسابل أو مديرة المسمكة، ويخدموا معنا خاوتي مش عمال معايا، يعني عندي الأخت آسيا والأخت سهام، يعني احنا نخدموا كي الخاوه. و تسمى المهنه دي ما فيهاش بين كيما نقولوا حنايا بين راجل ومراه. شواهد تظهر نجاح المهمه التي اوكلت الى السيده كريمه في مجال النظافه وسلامه منتوج السمك، زاد من اعتزازها ورغبتها في مواصلتها لعملها. هذا سيتان اونور لينا، تحصلنا على احسن مسمكه في 2018، هذه بالاجتهاد وحسن النظافه تاعنا، سورتو دون لي نورم اون ا ايتي ميم فيليسيتي بار دي بريغاد كوم لا بريغاد دي بيكو دو جات لزياره تفقديه عندنا لهنايا ونوزون كونترولي، والحمد لله زيرو طات. لم تنس السيده كريمه كلمتها لكل النساء اللواتي ترغبن بالحصول على مكانتهن بكل نزاهه واحترام. نقولها شوفي اقعدي ديما نساء واقفات مثل الرجال واقفون. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours lutter. Il faut toujours travailler. خاصةً المرأة، راني نهدر على الأم. الأم ديجا راهي الله يبارك ربي سبحانه وصي عليها ثلاثة مرات، خاطرش الأم راهي مثل الأخطبوط. راهي عندها لي تونتاكول دو باغتو. راهي مع الراجل، راهي مع الأولاد، راهي مع الوالدين، راهي مع شغل الدار، راهي شغل البرة. راهي كل شيء. تحية كبيرة للسيدة كريمة اللي كانت استقبلتنا واستقبلت فريق البرنامج، وكانت حكت لنا على حياتها الشخصية، حياتها العملية، وعن حبها للبحر. وتحية أكبر لكل السيدات شابهات السيدة كريمة اللي عندهم ولا عندها أكيد روح خفيفة، عندها كذلك طموح كبير باش تكون عنصر إيجابي في المجتمع، لأنه المرأة الجزائرية تسير
قدما وبمهمة عالية، وتتواجد كل تتجاوز أقول كل العقبات والحواجز. احنا عرفوكم على إحدى هذه النماذج اللي عندها قوة تحدي كبيرة وعزيمة كبيرة، طيران الشراعي. وما أدرك ما طيران الشراعي، هي إحدى الرياضيات بطلة الجزائر في الطيران الشراعي. نتعرف عليها في هذا الروبورتاج، تفضلوا معنا. Ça c'est l'atterrissage. On s'apprête à atterrir. Vous voyez, le paysage est magnifique. تنطلق من أعالي الجبال متمسكة ببضعة أسلاك وقطعة قماش ملونة وتخترق الهواء بحثا عن لحظات حرية، لتحط أخيرا ببحر لطالما كان مصدر إلهامها. إنها عاشقة البحر والطيران الحر بالمظلة، آمال ميرا. C'était extraordinaire. Les conditions étaient vraiment adéquates. Le vent était entre 15 à 16 km/h, donc c'était des conditions magnifiques. Le paysage, il était super. Il y avait un peu de soleil. C'était pas très, le vent n'était pas très très fort, donc c'était vraiment extraordinaire. Avant le sport, هذا ما كنتش نعرفه. بعد عنا Nadir Shulfal, qui est notre coach, بعد هو, il a découvert هذا le sport. وغراسه لوي تسمى به هو اللي عرفت انا لو سبور هذا. جي سي درت معاه كلك جا شفته كيف ما هي يدير. قال لي فيا ما في هكا ما في سي كلك تروك هكا كلك غونفلاج نعت لي كيف ما هنا جو ماني لو بارابونت في الارض وكلش. ومن بعد انا جي مي لاكتيفيتي قلت امبوسيبل جو دو سي جي بري لينيشاتيف وبديت ندير فيها. هو اي ما فورمي دايور جيتي سا بروميير ايليف بدا معايا اي ما فورمي والحمد لله غراسه لوي جو سوي شامبيون. هي بطلة في الطيران الشراعي، أحبت وقررت تعلم رياضة أضحت لا تقتصر على الشباب فحسب، بل تميزت بدخول العنصر اللطيف. فعشقها للتحدي سبب في انخراطها بنادي سريد للمغامرة. ما كانش في الاكتيفيتي هذه في السبور هذا ما كانش بنات ياسر دايوغ عندنا نعرف كلكو في وحده في تلمسان وحده في بسكره اي 3 بجايا سي الماكس اللي نعرفهم تسمى او نيفو دو لالجيري ما كانش ياسر خلاص تسمى هو سي ان سبور ديجا جديد ديجا ميم سي لي بور لي غارسون ومش معروف بيان 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 درك وين ولا فريمون افيك افيك فورس تسمى درك وين دخل بيان البنات مازال بور لو مومون كاين بنات اللي عندهم جراه باه تقول لك نصطي انا من 500 ولا 600 متر دالتيتود جاها شويه صعيبه بس ما كانش هذا لو سبور غارمون وين تلقى طفله فريمون دير عندها الجراه. في المجال الرياضي تحدت حواء الكثير من الصعاب والمستحيلات، فأثبتت بالفعل قدرتها تفوقها بكل جدارة، فهي عظيمة مبدعة تكون العنصر المحوري الذي من حوله تتشكل العلاقات. ميرا هي مادة يعني مثال أسويفر، يعني هي كانت من الأول كان عندها حب لهذه الرياضة وتعلمتها، يعني كانت مهتمة اهتمام كبير بالرياضة وتعلمتها وتطورت فيها والحمد لله راهي درك راهي ممثلة الكلوب في او نيفو ناسيونال هاي شامبيون دالجيري ونتمنى انه يكون اكثر عدد من الفتيات ما في الكلوب باسكو كيما قلت لك راهو ستان سبورت تريز اكسيسيبل يعني مفتوح لاي الناس يعني مش غير الشباب برك ولازم يكون يعني سبورتيف هاي اي واحد يقدر يدير بارابونت. ميرا لم تعد تلعب دور المتفرج فقط، وإنما تتجرأ اليوم ولوج عالم اعتبر لوقت طويل رجاليا. فبريق الشهرة أضاء مسار حياتها ومنحها العديد من التشريفات، فالمرأة الجزائرية كانت وما زالت من أكثر نساء العالم قوة وإرادة.
هي مواضيع اليوم شاهدناها مع بعض جمهورنا الكريم، وصلتنا الضوء على مختلف النماذج الإيجابية وين تتواجد المرأة الجزائرية. أكيد علاقة كبيرة تجمع المرأة الجزائرية والبحر. نتمنوا أنه هذه المواضيع نالت الإعجاب تاعكم، وباش تبعتونا بمختلف الآراء الانتقادات والاقتراحات تاعكم يبقى البريد العادي للبرنامج تحت الخدمة والتصرف تاعكم. بلا ما ننسوا الفضاء الأزرق الفيسبوك، صفحتنا مجلة إبحار باللغة العربية، كذلك هي الأخرى تقدروا تتواصلوا معنا من خلالها، وأكيد طاقم صحفي تقني محترف يتواصل معكم باش يحقق لكم مختلف المواضيع اللي حابين تشوفوها معنا في أعدادنا القادمة. شكر موصول اليوم في الأخير إلى مؤسسة التسيير السياحي لتيبازا اللي تعاونوا معنا من أجل تصوير هذا العدد من مجلة إبحار، بلا ما نسوي الفرقة التقنية. في الصوت كان معنا رشيد قاسمي، أما في الصورة عدلان بن عيشة والمتربص عبد الرزاق في الإضاءة. بلا ما نسوي فريق الإعداد عبد القادر خريفي، رئيسة الوحدة سيد عقيلة أبو طالب، أما الإخراج كان دائما لمحي الدين ميغانا. تقبلوا تحياتي، تحيات كل هاد الناس اللي خدموكم اليوم. تهلاو بزاف في روحكم، تهلاو في البلاد، وبقوا على خير.